كنت بقعد اسال نفسي هو انا السبب؟ هو انا هتسال؟ هو الناس اللي ماتت دي كانت في رقبتي؟ انا بما اني كنت متطوعه في حمله التمرد تم استغلال الحركه كانت في الاول كانت بادئه بشويه شباب، كانوا من اغلبهم من شباب ثوره يناير، وكانت فعلا بتطلب بانتخابات رئاسيه مبكره. مع الوقت لقينا وجوه جديده بتظهر ما نعرفش عنها حاجه، واللي هم دلوقتي بقوا من رجال النظام، يعني زي محمود بدر والناس دي. الناس دي احنا كناش نعرف عنهم حاجه اصلا. فتم الحركه تم استغلالها من المخابرات ومن الجيش علشان يتقال ان 30/6 هي ثوره شعبيه، وان شباب يناير هم اللي عملوا 30/6. فطبعا تم استغلالها بشكل كبير جدا، ودي كانت اكبر غلطه وقع فيها شباب يناير، يعني او شباب قوى التيار المدني من وجهه نظري. لان انا شايفه ان كان في طرق تانيه ان احنا يعني ما نتحطش في حته اصل انتوا اللي قتلتوا الناس اللي في رابعه. كان ممكن ننسحب اصلا من المشهد خالص، كان ممكن نسكت، كان ممكن نهدى، كان ممكن نعمل اي حاجه. ما توصلناش لكده علشان في الاخر ما يتمش استغلالنا من الجيش ومن المخابرات، علشان بعد كده تكون ذريعه لان هم يقتلوا الناس ويشيلوا دكتور محمد مرسي بالطريقه دي. فانا شايفه ان احنا كنا في غنى عن كل ده. يعني انا اصلا 30 يونيو انا نزلت ساعتها الميدان وانسحبت كده من الميدان بمجرد ما شفت الضباط اللي كانوا بيقتلونا في التحرير متشالين على الاكتاف. ساعتها حسيت ان في حاجه غلط وقلت لهم يعني لا انا هنسحب، ستوب بقى كده، محتاجين نقعد ونفكر ونهدى ونشوف ايه اللي بيحصل، عشان مش منطقي خالص ان انا انزل اعمل ثوره واقول حتى لو هي ضد نظام الاخواني يعني، والاقي فجاه الضباط هم المرشين على الاكتاف، هم دول اللي قتلوا اخواتنا واصحابنا ودول اللي اعتقلوهم وكانوا يعني كان لحد الوقت ده كان حد زي احمد دومه كان معتقل مثلا ما خرجش. فلا احنا في ما بيننا وبين الناس دي طار. هو انا موقفي من المعارضه لاداره مرسي هو ما اتغيرش لحد النهارده، وانا شايفه ان لحد النهارده نظام مرسي ارتكب اخطاء ما يعني ما توصلش لدرجه جرائم، بس ارتكب اخطاء كبيره جدا كانت سبب في اللي احنا وصلنا فيه لحد النهارده. بس انا اوريدي موقفي اتغير من يوم 3/7، يعني انا من يوم 3/7 قلت ان ده انقلاب كامل الاركان، وان احنا كشباب حمله التمرد او كشباب قوى مدنيه في الوقت ده اغلبنا ما كانش بيطالب بكده، لان احنا كنا مؤمنين وكنا مقتنعين كويس قوي ان انتخابات 2012 هي كانت انتخابات نزيهه، وكانت فعلا هو دكتور مرسي اللي نجح فيها. فبالتالي انت ما ينفعش كراس سلطه عسكريه تطلع، اللي هو كان عبد الفتاح السيسي في الوقت دوت، يعني تطلع وترمي اصوات الناس دي كلها في الزباله وتقول لهم لا خلاص انا. وفي نفس الوقت كان ساعتها انتشر فيديو دكتور محمد مرسي لما اتخطف وتخطف راس النظام وتعتقل مجموعه من نواب مجلس الشعب وقيادات جماعه الاخوان، ما حدش كان عايز كده. احنا كنا كل اللي عايزينه ان الدكتور مرسي شخصيا هو اللي يطلع ويقول لنا ان انا بدعو لانتخابات رئاسيه مبكره. بالنسبه للاعتصام انا كنت متفهمه جدا غضب الناس، يعني ناس فجاه لقت ان هي اصواتها اترمت في الزباله، رئيس اتخطف، النواب بيتقبض عليهم، وبنرجع يمكن لأسوأ مما قبل من أيام نظام مبارك. يعني في حقهم إن هم يعبروا عن غضبهم. يعني أنا بشوف إن فض اعتصام رابعة هو ما كانش الهدف منه إن احنا نمشي الناس قد ما كان الهدف منه توصيل رسالة كده بشكل عام لأي حد هيفكر يقول لأ للسيسي، هو ده مكانك. لان احنا كنا تحولنا فعلا في الوقت ده لدوله عسكريه، والجيش آلة قتل، يعني هو الجيش هو عباره عن اداه بتقتل، فما عندوش حته الدبلوماسيه، ما عندوش حته التحاور، ما عندوش مثلا زي اي مبارك كده ان هو يطلع كده ويتكلم او يسيب بعض من الناس تمارس معارضه ديكوريه بشكل او باخر علشان بس يكون الـ زي ما بيقولوا كده يكون درجه الغليان دي تقف. لا، هو احنا كنا في الوقت ده تحولنا فعلا لدوله عسكريه، فمنطقي ان طالما دوله عسكريه والجيش مش عاوزك تكون موجود في الميدان، فمنطقي جدا ان انت الجيش لما ينزل يتدخل ويفض الاعتصام هو هيقتلك. يعني اي حد كان متوقع ان لو حصل فض اعتصام لرابعه
هتموت ناس وهتموت ناس كتير، لان المره دي كان الجيش هو اللي نازل يقتل، وانا كنت جربت يعني ايه الجيش يقتل قبلها في محمد محمود وفي مجلس الوزراء، وكنت عارفه ان الجيش لما بينزل هو بجد ما بيهزرش، والقائمين على الاعتصام كانوا فاهمين ده كويس قوي، كانوا عارفين ده كويس قوي. وبعديها طلعت تقارير وقالت ان اتقعد كمان مع ناس منهم وقت الاعتصام واتقال لهم هيفضوا ازاي، وقالوا له والناس رفضت اي نوع من انواع التحاور او اي نوع من انواع الانسحاب حتى، وكملت علشان هم كانوا عارفين ان ده هيحصل. وانا شايفاهم بتجرب بدم الناس دي زي ما النظام قتلهم وكان مجرم في ان هو يقتل الاف من الناس في اعتصام، زي ما قيادات الاخوان والقيادات اللي كانت قائمه على اعتصام رابعه هي برضو شاركت فان الناس دي تموت. واذا كنت انا كشروق جاء علي فتره طويله جدا بعد الاعتصام كنت بقعد اسال نفسي هو انا السبب؟ هو انا هتسال؟ هو الناس اللي ماتت دي كانت في رقبتي؟ علشان انا في وقت من الاوقات كنت في تمرد وما كنتش عاوزه نظام الاخوان، وقعدت فعلا فتره طويله كبيره جدا في حاله من الندم كده الغريب، اللي هو انت ممكن تكوني بشكل او باخر ليكي يد في ان الناس دي تموت علشان نزلتي قلتي لا لنظام الاخوان. فحقيقي ما كنتش مستوعبه فكره الناس اللي قائمه على الاعتصام، انتوا ازاي جالكوا قلب تفضلوا قاعدين كل ده وانتوا عارفين ان الناس هتموت؟ لكن رابعة هي مجزرة، رابعة بالنسبة لي مجزرة لا تسقط بالتقادم، يعني لازم يجي يوم والناس دي تتحاسب بغض النظر بقى عن هما نزلوا ليه، ايه اللي حصل، مين حركهم، مين كان، لا دي مجزرة وكانت مجزرة مكتملة الأركان، كانت مجزرة متصورة بس مباشر.